دونك نكونوا شويه لوجيك خاوتي. دونك الانسان هذا اللي راح يشري شويه لحم عند البوشي، يعني باين هذا الانسان اللي ما يقدرش يعيد راح يشري شويه لحم عند البوشي باش بروميزور تاع العيد، يعني كي بداو الناس تقليل وكذا الريحه تدخل للولاد، ولا تعرف ولادو صغار ما يعرفوش اوتوماتيكمون هو يقليل ولادو وكذا. اون اتوندون هذاك الجار كي يقطع الكبش تاعو قدوا من داك ولا حاجه يصدق له ولا يمد له خوه ولا حاجه، يعني هذا اللحم اللي راح يشري هذاك الانسان على بروميزور باش ولادو يقدروا ياكلوا، على بالك داري صغار ما يعرفوش يشموا الريحه يتشهاو ما يعرفوش اوتوماتيكمون. اي اليوم هذا المواطن كي راه عند البوشي باه يشري الكبده حكت حتى المليون، اللحم ولا 400,000 راشان من أبو ظبي، اللحم يبيعوا فيه بالمعرفة. دونك سبحان الله، هذا المواطن هرب من عند الموال اللي نحالوا الجلد، هرب عند البوشي اللي نحالوا الجلد. دونك هادو عباد، هادو عباد رحم باباك، حرام عليكم الشيلك وتمارسوا فيه ولا غير حرام عليكم. يا وعلى بالك بلي هذا خوك ما يقدرش يعيد، باين جاي يشري شويه مرسو لحم باه يقليه مع ولادو، هاو ديروا الجد يمات الخير انا مانيش فاهم. وغدوة نلقاكم صايمين، وغدوة تصوموا تقولوا وقف عرفة ونصوموا، باه ربي يغفر لنا العام الجاي والعام اللي فات والعام اللي مليه، والله ما يغفر لك، يغفر لك الشعر ربي، والله ما يغفر لكم، تعرفوا انتم ربي، تعرفوه غير في الصوم، يا وديروا الافعال، دير افعال لخوك، كيفاه تزيد انت الكبده لخوك، السمانة اللي فاتت كان دير 300,000 واليوم تبيعها له مليون، اللحم كان يدير 200,000 اليوم اللي يدير 400,000، ما فهمتش انايا، ومن بعد تقول لك يخرج لك تافه، يقول لك عرض وطا، واش من عرض وطالب انتايا؟ وراح نديروا به العراس حنايا. يا باينة بلي خاوتنا هذا مسكين ما عيطش، وهذه سنة تاع ربي سبحانه، وحنا رانا مسلمين وهذا عيد تاع ربي، ما فهمتش انا. يودوا تقولوا حنا مسلمين، من راه من جاكم الاسلام انتوما؟ وين من جاكم الاسلام؟ انا مانيش فاهم من جاكم الاسلام، ما فهمتش. غير في الصوم هذا ما كان فرحين غدوة باه يصوموا، كاع فرحين يحق ما كاين يحيلك الجلد يبيع لك كبده مليون وغدوة يصوم، يبيع لك كبش ب 400 مليون وغدوة يصوم، الخضر يبيع لك لفت مليار وغدوة يصوموا، يصوموا باش ربي يغفر لكم. والله ما يغفر لكم ربي، والله ندعي لكم، انا ندعي به ربي ما يغفر لكمش، انا شوف ادعو به ربي ما يغفر لهمش هاد الناس هادو، حتى به ربي يغفر لك كاين امور اللي يغفر لك فيها، ماشي انت ماكل حق اختك وتسنى ربي غدو يغفر لك، عام كامل تدي في حق الناس وغدو صوم ربي يغفر لك، عمك ربي ساهل داير لك نهار باه ينحيل كلش وقيله، تمسخروا بينا حنايا، تقي والله عيب عليكم واش راكم ديروا فيه، في بلاد الكفر وما داروهاش، اللي تقولوا انتم ما يجوز لكش تعيش عند الكفار، مين نعيش؟ نعيش عندهم انا، وعلى انتم مسلمين باه نعيش عندكم انا، نهار كامل انتم ما تفتوا، ما تعيش عند الكفار، ما يجوز لكش، اللي طالبين علم، يا نحبين نعيشوا برك. يا الماكله ما لقيتش لنا نحلوا فانا باه ناكلوا، تقول لي ما نعيش، نعيش مع اليهود وما نعيش معاكم انتوما، اليهودي ما يديرهاش، لو كان جا عيد تاع اليهود يديروا كلش باطل، كلش باطل، كول باللي انت مسلم ولا تاكل معاهم، يقول لك كول باه يبينوا لك باللي، يقول لك شوف الدين تاعنا احنا كيفاش دايرين، وشوف احنا كيفاش نقدسوا الدين، مسخروا بيا انتايا، انت على بالك باللي اخوك ما عيش تبيع له الكبده مليون، انت اخوك ما عيش تبيع له اللحم ب 400,000، تقولوا ما كاش انا نبيعوا بالمعرفه. انتوما رجال، انتوما مسلمين تعاود الدين انتوما، عيب عليكم وحرام عليكم واش راكم ديروا، اتقي الله في خوك، هذا خوك اللي جاي يشري في اللحم راه ما عيطش وما قدرش يعيد وراح يشري فيه على جال ولادو، لو كان جا سيليباتير هو راه على باله يعرف، هو ما يروحش يشري على باله بلي نهارو جايز، يعني الشيء اللي راح يدير فيه راح يدير فيه على ولادو، وهذا قال لي راح يدير عندك في راشان باه ياكل مرسو اللحم مع ولادو، ما لاحش متوقي والله، ولا بعت اللحم مليار كيما تبعته كيما اليوم وبعت الكبده، غدوه ما تصومش، غدوه سكر، باه نوري لك انت الدين اللي تعرفه انت. أي السلام عليكم.